اللي عقلت انا كان مغرم بطوف المغرب، وكل امتى يجي طوف المغرب وما كانش التلفزيون عندك، كان غير الاذاعه، وكنت تفوت حتى في جميع الاقاليم المغربيه، في الجبال، في الهضاب، في السهول، في القرى، كتلقى الناس شادين الراديو صغير ترانزيستور اللي كان هذاك، وكيسمعوا الاسماء، كيشوفوا غير واحد داز بشكليطه راكب، فلان 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 الغورش انجاري هذا، كتعرف بان الشعب المغربي كيحب رياضه سباق الدراجات، وبالاخص في المناطق الاطلس المتوسط، الاطلس الكبير، حتى في المناطق الجنوبيه المغربيه كيعرفوا هذه الاسماء، ولو انهم ما كيعرفوش الوجوه كيعرفوا الاسماء، والحمد لله هذا كيدل على انه يعني رياضه سباق الدراجات عندها واحد الشعبيه كبيره في المغرب. ولكن يعني بصراحه الاعلام المغربي المرئي والمسموع والمكتوب مقصر بزاف في سباق الدراجات.